فجئ الوسط الإعلامي والفني بوفاة الإعلامي السعودي عادل التويجري عن عمر نهز 40 عاما إثر إصابته بذبحة قلبية حادة على أن يواري جسمانه السري اليوم الأحد في مقبرة النسيم في العاصمة الرياض. ونعى الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي على حسابه في تويتر عادل التويجري: يتقدم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي بخالص العزاء والمواساة لأسرة الزميل عادل التويجري، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وزويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. ونعى مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل عضو مجلس إدارة نادي الهلال سابقا الإعلامي الرياضي عادل التويجري، وكان ظهور الإعلامي الأخير لعادل التويجري في برنامج الدوري مع وليد، حيث علق على فوز الهلال أمام الشباب بنتيجة 5-1.